قال لك ايه؟ قال لك مهدي قاسم الو سكر البث. الو اي سني ام شيعي يا مهدي؟ غيث اسمي. نعم؟ غيث. غيث حياك الله. سني ام شيعي؟ انا شيعي. شيعي إيه بتسب و... وفي في الاتصالات ولا نسيبك على راحتك دون ان تسب؟ لا ان شاء الله ما اسب ان شاء الله. حياك الله يا اخي غيث. احنا موضوعنا اليوم يا اخي غيث بنتحدث عن موضوع ماذا يريد الشيعة من البقيع؟ يريدون زيارة أئمتهم. طيب روحوا زوروا، البقيع مفتوح والزيارات مفتوحة، ما فيش أي مشكلة، روحوا زوروا. أنت أصلا لو رحت المملكة فاتحة الآن، المملكة فاتحة مثلا، الزيارة كانت من بعد العصر مثلا وبعد الفجر، يعني بعد الفجر مفتوحة وبعد العصر مفتوحة، فروح روحوا زوروا عادي ما فيش مشكلة. لكن أنا سمعت إن هم بيقولوا بناء البقيع، فإيه بناء البقيع هذا؟ بناء البقيع يجب أن يكون ملائم لمقاماتهم. نعمل ايه؟ الآن بالنسبة أن احنا شيعة، أنه الإمام معصوم. نعم. ويعني لازم من المكان يليق به، عرفت شلون؟ يعني لازم مكان يليق بآل البيت. نعم. يعني نبني لهم فيلا مثلا ولا نبني لهم برج من حوالي 15 دور ولا لا إيش؟ لا حبيبي، لا حبيبي. المخطط الموجود بالنجف مال الضريح الإمام علي ياخذه ويبني بالبقيع، لا تسوي لي فيلا وما فيلا. طيب حياك، يعني احنا ناخد نشوف المخطط اللي في النجف ناخده. اذا سمحوا بالبناء ما عندك، المهندسين يجون من النجف يبنون، لا تخاف انت حاير بالبناء. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال علشان احنا بنوجه رسالتك الان ان شاء الله علشان نشوف هيتعمل ولا، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم مات ابراهيم ابنه واتدفن في البقيع، ومات القاسم ابنه واتدفن في البقيع، وماتت زينب بنته واتدفنت في البقيع، وماتت ام كلثوم بنته واتدفنت في البقيع، كل ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات حمزه واتدفن في المدينه ولم يعمل لهم مقام يليق بهم، فهل النبي قصر في ذلك ام سنه النبي ان تكون صلى الله عليه وسلم القبور متساويه؟ تفضل لا تكون مشرفه. أجبني بقى يا غيث. النبي محمد هو أفضل الناس كان بزمان، مو هو حي. يعني يعني حمزة ليس المن يحتاج البشر العادي مثلنا يروح يتقرب إلى الله بهم، النبي موجود بعد. طب يعني يعني النبي ما عملش كده علشان النبي موجود، إما النبي يموت شفوا لكم بشر تتقربون بهم إلى الله. ما هي دي نفس عقيدة أبو جهل وأبو لهب يا أستاذ غيث. اما جالهم النبي صلى الله، ليه ربنا ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابو جهل وابو لهب ومن كان على شاكلته من مشرك قريش؟ لانهم كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لات وعزى وهبل شفعاؤنا، ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، واسطه بيننا وبين الله، فالنبي يموت شوفوا لكم حد غيره. فهم خلاص بقى كانوا بيشوفوا حد ايضا عندهم وسيط بينهم وبين الله، هذه مصيبه. النبي صلى الله، انت امامك امرين الان يا استاذ غيث. الامر الاول ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذلك عياذا بالله، ان ما بناش قبر حمزه، وانت حمزه سيد الشهداء عندنا وعندكم، وايضا بتكونون على الحسين سيد الشهداء. فلو حمزه الان سيد الشهداء، ليه النبي صلى الله عليه وسلم خلى القبر هكذا؟ يعني مش اعلى من شبر مثلا في الارض، ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب حتى كان رفعه بلاش زي النجف، كان رفعه حوالي متر مثلا ولا مترين عن الارض كده، خلى القبر مترين على، ليه ما فعلش ذلك؟ ليه ما فعلش ذلك في قبور بناته وابنائه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب خديجه؟ خديجة يا رجل التي هي مؤمنة عندنا وعندكم، هل النبي كان لا يحبها؟ لماذا لم يرفع قبرها حينما ماتت؟ تفضل. الصراحة يعني هذا الجواب ما أعرفه. حياك الله، وأنا أشكرك يا غيث أنك تعترف أن هذا الجواب لا تعرفه، أريدك فقط أنك تفكر في هذا السؤال، وأتمنى أنا وأنت أستاذ غيث نتواصل على الخاص، وسأكتب لك رقمي إن شاء الله الآن، أتمنى نتواصل أنا وأنت بعد البث بإذن الله. يا الله. إن شاء الله، شكرا لك. سؤال؟ والله خليه على الخاص السؤال اللي عندك حتى لا نغير الموضوع، لان هاخد اتصال معاك الان، معايا حد على الاتصال يريد ان يتدخل في نفس الموضوع. هو سؤال مختص بالقبور. طيب اتفضل بس سريع. سؤال مختص ببناء القبور يعني. اتفضل. اتفضل اتفضل. هسه احنا عندنا بالعراق قبر ابو حنيفه مبني يعني.
ابو حنيفه وتعبتم بالسعوديه قبر النبي نعم نعم. وقبر شو اسمه ابو بكر وعمر. اجيبك النبي صلى الله عليه وسلم مما مات كان برضه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مشرفا وعالي ومرتفع، ودفن على السنه التي هو امر بها صلى الله عليه وسلم والتي بينها للناس، وابو بكر وعمر. فاللي موجود الان ما اتعملش ضريح، ولو معمول ضريح هذا ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم. الضريح اللي معمول لابو حنيفه ليس من طلب ابي حنيفه، وهذا الضريح لم يامر به ابو حنيفه وليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الضريح اللي معمول للبخاري ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود عند اهل السنه والجماعه، وكما هو موجود في كتب الاماميه الاثني عشريه كما في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني رساله النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي لعلي رضي الله عنه الا تضع قبر مشرفا الا سويته. ده كان امر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، وهذه السنه. فلو جبت لي مين؟ لو جبت لي ابو رامي عيسى بيقول لك اللهم ارحم ابي يا رب وجميع موتى المسلمين، بيقول لك لا القبر المفروض يتبنى، هقول له لا احنا عندنا كل يؤخذ منه ويرد الى قول النبي الا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لن تجد دليل ان ابو حنيفه امر ببناء قبر هكذا، او البخاري امر ببناء قبر هكذا، او اي احد. شكرا لك استاذ غيث. تمام شكرا. شكرا، واتمنى نتواصل ان شاء الله. ساكتب لك رقم، ده الرقم الخاص يا غيث، تواصل معي. الدين ليس فيه محاباه، دين الاسلام ليس به محاباه.